بص يا حبايبي، السردين ده اللي كنت انا مخليه معاكم اهو، كنت مخليه في البطرمان هنا، وحاطه في البطرمان كيس، وبعدين رصيت فيه السردين بالملح والكركم، رصيته بالملح وبالكركم وبالشطه، قعدته من يوم 16 في الشهر. النهارده كام؟ لسه بايدك يا ماما. الله يخليك. النهارده كام؟ جميل. النهارده والصلاة على النبي 27. 27. السردين ما بيغيبش اصلا في التخليل. بصوا بقى قلبه من جوه عامل ازاي؟ زي الزبده. بصوا جميل ازاي؟ تسلمي ايدك يا تيتا. ولا وش ريحه ما شاء الله عليه. ولا زفر ولا ليه ريحه ولا اي حاجه. في منتهى الجمال. احسن من بتاع بره 100 مره. تسلم ايديك يا حبيبي. تعالوا خدوا واحده. انا عايز حته. خدي حته. والله طعمه جميل قوي. عيش بقى كده، جيبي عيش كده تحطي. فين العيش؟ العيش وراكي. ده نصور ازاي بقى؟ ونحط في العيش وناكل. والله جميل. حلو قوي. تسلم ايديك. يعني قاعد حاجه بسيطه وتخلل. هجيب البوري برده واخلله معاكم. قاعد 10 ايام. من يوم 16. بصوا والزبده بتاع ده، السمنه بتاعته في قلبيه وفي منتهى الجمال زي بتاع زمان. بصوا السمنه. عشان لو شفت بكام؟ 5 جنيه 5 جنيه. جميل قوي والله. انا قلت لكم لما اجي افتحها هوريه لكم. فتحته في البطرمان اهو وبوريه لكم. بصوا عامل ازاي؟ في منتهى الجمال، وعامل سمنه من جوه خالص ودلع وجميل. اعملي لهم سندوتشات بقى للحشو. عينيا. مش عاملين سندوتشات؟ اعملي سندوتشات. حاول تعالي هات العيش. انا ولا ايه؟ بس جميل قوي طعمه جميل. يعني انت عماله تاكلي وسلين. طعمه جميل. انا خايف امسك العيش هيتزفر. طب خلاص طب خلاص بعد الفيجي بقى. بعد الفيجي. بعد الفيجي هعمل لهم سندوتشات. بقشر لهم كده من الجلد اللي عليه اهو. جميل قوي والله، احسن من الفسخان. كنت جايبه كيلو ب 45 جنيه، مش غالي. حلاوتكم يا ام عبيد. سردين ام عبيد ما يعلاش عليه سردين. بتاعت السردين. ام عبيد بتاعت السردين. بصوا جميل ازاي؟ بصوا جميل ازاي؟ تسلم ايدك يا ناعم. زبده جوه، زبده زبده. زبده. اعملي لنا سندوتشات بقى. عيني. ارجعي محتاج ليكي. خدي سندوتشات اهي. سندوتشات سندوتشات. خدي يا مزمز. هي باينه ليكي بس. اهو. تعالي معايا يا روحي. اوعى. يلا يا زوزو. حاضر. والحقي زوزو كمان. والله القلب بتاعه كله سمنه وجميل. ده لسه كمان لما يتحط فيه بقى الزيت والخل والليمون. اتفرجي عليه بقى وبصل. خدي يا كوكي. خدي يا زوزو. خدي يا كوكي. خدي يا زوزو. خدي يا كوكي. خدي يا كوكي. لا خدي يا زوزو. نفس ايد هي اللي بتاخد. خدي يا زوزو. احنا كنا زمان بنصحى الرنجه ونصحى السردين والسيخ. ولسه اعمل معاكم البوري، بس لما حد ينزل يجيبولي. حلوه دي. عايز اعمل معاك البوري بس ما حد ينزل يجيبولي. ايه رايك على مين؟ والله طعمه جميل. مش مين اللي نزل جاب لك السردين؟ انا وانت. طيب يبقى انا وانت بقى. نزلت انا ومرتين جبنا السردين، هننزل برضو نجيب البوري عشان نخليله معاك. المزمزه بتاعت المشوار الصعبه قوي. وجدت عند ابو انس يا كريمات. بعمل عشانهم يعني. انا بعمل عشان انا كله هياكل منه. ايه رايكم؟ تسلم ايديك. ايه مالك؟ استغفر الله العظيم. لا مش عايز. ايه الحل اللي ورا ديت؟ جميل جميل. طب ايه؟ خلاص يا حبايبي شفتوا السردين؟ انا بقى في كتف الفريزر عشان ادي ولادي. 10 دقايق. عشر دقايق. عشر دقايق. لا استنى هاكل معاكم اهوت عشان تعرفوا. العشر دقايق. والله جميل.
تحفة، تسلم ايديكي. تعلم ياسمين. ماما، ماما بتحبها جدا. زمزم تالي دنيا ما بحبش الكلام ده. انا ما بحبش ده. وياسمين، ياسمين لا، ياسمين بتحب الفسيخ والرنجة. دي الرنجة واللي هو الفسيخ ده. هو الفسيخ خليله في البيت طعمه جميل قوي. اللي احنا جايبينه من اصلا فسيخ ولا ملوحة؟ فسيخ. هو ده اللي احنا بنحبه. والله حلو، بيفتح النفس على الاكل بدل ما تروح تشتريه من بره ب100 وي. اهو بصوا جميل ازاي، حلو ازاي. مين اللي عايز ياخد تاني سندوتش؟ دي المزمزة. سندوتشات اللي مش دي ما كانش المزمزة. طيب المزمزم في سحور وفي رمضان وايه؟ في ضغط. هنعتش. في ضغط. هنعتش. عشان في شم النسيم ما نشتريش حاجة من بره. لازم تسعة بالظبط. هو فين شهر نسيم؟ ايه؟ الشهر الجاي. شهر 4؟ كام 4؟ مش عارف. حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين، ويا رب أشوفكم على خير يا رب وسعادة، وربنا يخليكم لينا وما يتحرمش منكم، وأعمل لكم كل جديد إن شاء الله. والله العظيم طعمه جميل أوي، كتر ما شبعت وعملت لهم سندوتشات ببلاش. وهعبي الباقي بقى في الاكياس واحطه في الفريزر. كل نصيب في حاجه بياخدها. صح. وربنا يطمنا عليكم في داخل البلاد وخارج البلاد، ودعواتكم لاولادي الاثنين ام ياسمين وعفير عشان تعبانين، وربنا يشفيهم لي ويخليهم يا رب. وانا اللي بصور معاكم يا حبايبي عشان بحبكم. ماشي حبايب قلبي، ومعايا حفيدتي بتصورني، وعبير بيطل لكم كل سنه وانتم طيبين، وبتسلم عليكم كتير عشان هي راده تعبانه مش قادره تتكلم. ودعوا لها، دعواتكم ليها، واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. لا اله الا الله. بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، عبير بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وانا بعبي السردين اهوت في الاكياس عشان نشيله بقى ان شاء الله بعد رمضان نبقى ناكل منه. وعبير بتسلم عليكم بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وهي عايزه توريكم نفسها تقول لكم باي باي. مطبخ عابر وماما على اليوتيوب، مطبخ عابر على الفيس، هتشوفوا التخليل اللي انا مخليلاه معاكم. ماشي يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين، وعبيت في الاكياس وثلاث اكياس، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم يا رب. يلا مع السلامه، باي باي.